ستلاحظون أحيانا بعض الناس تقولون فلان قوي شخصية، وفلان شخصيته قوية، وفلان ما عنده فحد، وفلان اللي على قلبه على لسانه. مهارة توكيد الذات باختصار، باختصار هي أن تقول وتفعل ما تشعر به، أن تقول وتفعل ما تشعر به، لا تجامل، لا تداهن، لا تنافق، لا تكذب. من أحب الناس؟ عائشة مباشرة. أن تقول ما تشعر به وتفعل ما تشعر به. أحيانا يستلف منك صديقك ثم يجلس أسبوع وأسبوعين وثلاثة وشهر وشهرين وتحتاج أنت، ثم لا تستطيع أن تقول له أبغى فلوسي. عندما لا تخرج ما تشعر به فلديك ضعف في توكيد الذات، فتسكت ثم تسكت ثم تسكت حتى يتحول ذلك السكوت وذلك الشعور إلى حقد تجاه زميلك، فتخسر خسارتان: خسارة الصحبة وخسارة مالك. والسبب بسيط جدا، أنك لم تعبر عما تشعر به. ما انتشرت ثقافة النميمة والغيبة في بعض اللقاءات والمجتمعات وربما الوظائف إلا بسبب أن الإنسان في خاطر الشيء على مديره أو على زميله أو على عمه أو على أخوه الكبير، لكنه لا يستطيع أن يقوله، عند ضعف في توكيد الذات، فيتوجه بدل أن يواجهه إلى التمتمة والأحاديث الجانبية والنميمة والغيبة. يتجاوزك في الطابور ثم لا تتكلم، لديك مشكلة في توكيد الذات. يخطئ عليك وتسكت، لديك مشكلة في توكيد الذات. يسخر منك فتضحك، لديك مشكلة في توكيد الذات. تدخل إلى الحلاق ثم إذا انتهى من الحلاقة أعطاك سعرا مبالغا فيه فتسكت وتعطيه، ثم تخرج وتسبه بينك وبين نفسك أو عند الآخرين وهو لم يلقى منك إلا الابتسامة. أنت هنا لديك مشكلة في توكيد الذات، لأنك لم تقل ولم تفعل ما تشعر به. تذهب المرأة إلى صالون التجميل وتبدأ بصبغ وجهها وتغيير شعرها، ثم يأخذون منها مبلغ كبير جدا، فإذا نظرت إلى المرآة لم يعجبها شكلها، ولكنها من بداعي البرستيج تسكت وتخرج إلى بيتها ودموعها تسبقها، ثم تذهب في بيتها إلى المغسلة وتغسل ذلك المكياج وتختلط قطرات الماء مع الدموع. هنا تصرخ وترعد وتزبد وتهدد، وهناك كانت أمام العاملة تضحك وتبتسم. إذا أنت تشعرين بهذا الشيء أختي الكريمة، لديك مشكلة في توكيد الذات. نحن سنتحدث عن مثل هذا الطرح، كيف يكون لدينا قدرة على أننا نواجه الآخرين دون صدام ولا عدوان ولا تجني ولا ظلم، وإنما بطريقة لبقة مؤدبة. يبقى السؤال: لماذا لا يؤكد الناس ذواتهم؟ لماذا الناس لديها ضعف في توكيد الذات؟ توكيد الذات أقصد به، أرجع وأقول أنك ما تقدر تقول اللي في خاطرك. السؤال: ليش ما تقدر تقول اللي في خاطرك؟ أولا نأخذها احنا من أسبابها القديمة، ثقافة احترام الكبير، ثقافة عربية أصيلة وإسلامية، ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ممتاز، لكن ما حدود هذا الاحترام؟ هل حدود هذا الاحترام أنني لا أستطيع أن أقول رأيي أمامه؟ حدود هذا الاحترام أنني لا أستطيع أن أقول لا، أن أناقشه، أن أبدي وجهة نظري، أن أعبر عن مشاعري بحضوره؟ عندما نضخم ونعملق الكبير أو الغريب أو المدير أو العالم أو أي إنسان، عندما نعملق الأشخاص فنحن نقزم أنفسنا. أعطيكم بس مثال بسيط جدا، أسألكم سؤال، ترى إحنا في دورة تدريبية سموها أمسية تدريبية، فالدورة يدور الحديث فيها، الملقي يصبح متلقي والمتلقي يصبح ملقي. هذه الآن الريموت البرزنتر، هذا كبير ولا صغير؟ ها
هذا صغير. طيب مقارنة بحبة فستق، كبير ولا صغير؟ يعتبر كبير. طيب مقارنة بالبنر، كبير ولا صغير؟ صغير. طيب حقيقته كبير ولا صغير؟ صغير. طيب جنب، إذا جبنا نملة جنبه يطلع كبير. طيب ما حقيقته، كبير ولا صغير؟ أحسنت، حقيقته تظهر من خلال أقارنه بماذا. فإن قارنت بما هو أصغر من طلع كبير، وإن قارنت بما هو أكبر من فهو صغير. أنا وأنت نفس الفكرة، عندما تقارن نفسك بكبير أنت تصغر، وعندما تقارن نفسك مع صغير فأنت تكبر. لذلك كلما عملقت الناس، عملقت الناس هبتهم ولم تستطع أن تكون قادرا على مواجهتهم. لذلك أستطيع أنا أن أخرج كل مشاعري على أطفالي وأقول لي في خاطري، ربما على الخدم الذين يعملون عندي لن يشعر أن أنا كبير وهم صغار، فأقول اللي أبغى. فعندما أذهب إلى من هو أعلى مني تتقازم نفسي. فاحترام الكبير ممتاز، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنزل الناس منازلها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلها، ومنازل الناس على قدر خلقهم، هم مخلوقات ما في يدهم نفع ولا ضر حتى لأنفسهم، وبالتالي يعطيه قدره من الاحترام، ولكن لا يمنع هذا الاحترام ويجعلني أحتقر ذاتي وأسكت عن حقوقي ولا أطالب بواجباتي. إذن لماذا لا يؤكد الناس ذواتهم ويقولون لي في خاطرهم؟ المشكلة الأولى أن ثقافة احترام الكبير. اثنين، ثقافة الصمت. ثقافة الصمت، احنا نسوق للصمت ونقول الصمت كويس، وإذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. هذا الكلام غير صحيح. طيب أنت على كيفك تقول غير صحيح؟ لا، مو على كيفي أنا، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إيش الخيار الأول؟ فليقل. فليقل يعني الخيار الأول أن واحد يتكلم، إذا ما يقدر يقول شيء زين يروح للخيار الثاني، يروح للخيار الثاني. بس مشكلتنا أن إحنا في مدارسنا وفي أماكن كثيرة نسوق للخيار الخيار الثاني. انظر إلى المدارس، من يأخذ شهادة الطالب المثالي؟ هو ذلك الذي لا يتكلم ولا يتحرك ولا يناقش ولا يحارش ولا يعترض. أما الإنسان اللي يبدي وجهة نظره ويتكلم ويناقش ويقول يا أستاذ غلط وهذا ما يصير، أحيانا نسميه ذلك، أو هذا الإنسان نسميه المزعج، ونقصيه ونبعده ونبغينا نروح الرحلة ما نختاره لأنه بيوجع روسنا وبيغثنا. لا، لأنه يؤكد ذاته، والناس لا تحب الذي يؤكد ذاته.